أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات: مسلحون مجهولون يختطفون أحد الأطفال بالخطأ شرقية بغداد. في العرب اللندنية: نطالع المالكي والفياض والخنجر على قائمة عقوبات أمريكية جديدة. جاء في المدى: منظمة دولية الموصل القديمة ستبقى مدمرة لعدة سنوات. طالع في كتابات وسائل إعلام: إيرانية قائد عمليات الأنبار سيتم إيقافه عن العمل. طالع في عرب 21: سفينة حربية بريطانية تصل هرمز وإيران تندد بالاستفزاز. طالع في القدس العربي: اجتماع فيينا فشل في إنقاذ الاتفاق النووي وإيران ستواصل خفض التزامها. ونطالع أخيرا وليس آخرا في العرب الجديد: خيبة أمل سودانية من تقرير فضل اعتصام وترقب للتحقيق المستقل. أهلا بكم. الاعتداء على ضابط عراقي علنا من قبل محافظ واسط لم يكن سيئا بالمطلق، فقد كشف لنا ذيول الاعتداء عن معلومة غائبة عن بالنا جميعا، وهي ثمن الدولة العراقية التي نعتبرها غير قابلة للتسعير. مقال للكاتب عامر القيسي في موقع عربي 21. لقد تم حل الإشكال البنيوي للدولة العراقية المعاصرة بمبلغ 2 مليون دولار كما تناقلت الأخبار، وهو مبلغ الفصل العشائري الذي انتهت إليه حادثة الاعتداء وأغلق ملفها. حاله حال بقية الملفات التي تفضح هشاشة الدولة العراقية. سنقتنع بأن الحل كان وأداً لفتنة عشائرية لا تستطيع دولتنا السيطرة عليها، كما يجري في البصرة ومنطقة الفضيلية في بغداد على سبيل المثال وليس الحصر. ولكن السؤال الذي يتوجب الإجابة عليه دون تدليس: أين ذهبت هيبة الدولة وحقها في الحق العام كما يقال، وهي تتمرغ في التراب على أيدي مسؤول عراقي رفيع أو غير رفيع؟ فالتصنيف ليس من اختصاصنا. محافظ واسط مرغ هيبة الدولة علنا أمام الناس الذي ينبغي أن تحميهم دولة المؤسسات كما يفترض أن تكون. الآن حقيقة عرفنا إن ثمن لدولتنا العزيزة ممكن دفعه بعد تمريغ ليس أنفها بل كرامتها في تراب الطريق حسب مزاجية المسؤول أو أي قادر على الدفع. لن نسأل من أين سيأتي السيد المحافظ ب2 مليوني دولار، ولا من أين ستأتي بها عشيرته الكريمة، فهناك من يدفع ما دام سيكون هناك مدفوع في قادم الأيام، كما ليس من واجبنا الخوض في أسرار الناس وإمكاناتهم المالية. الكثير من المسؤولين العراقيين في البرلمان والحكومة كذلك يفضلون حل نزاعاتهم حين يجري التجاوز عليهم، مثلا في المضيف العشائري كما حصل مثلا لأكثر من في برلماننا العزيز، أو إنهم يهددون الآخرين باستخدام هذا الحق، حق الفصل العشائري المعروف، لإسكات الآخرين علنا من شاشات الفضائيات. جاء في المدى: مدهش هذا الوطن. نادرا ما نجد فيه هذه الأيام مسؤولا أو سياسيا لا يسرق أو يرتشي، بل ونادرا ما تجد فيه حزبا أو تنظيما تواضع ودخل العملية السياسية من أجل الخدمة العامة، حيث تطغى المنفعة الشخصية فوق كل الخطب والشعارات. وهناك اليوم وفرة هائلة من اللصوص والانتهازيين ومشعلي الفتن. مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. ما الذي يمنع ما أن نرفع جميعا بوجوه الساسة والمسؤولين لافتة كبيرة تقول: من أين لكم هذا؟ وأظن أن لجوء الناس إلى مثل هذا الشعار أمر منطقي للغاية في بلد لديه برلمان يقضي إجازاته في ربوع أوروبا وساسة أداروا ظهورهم إلى الوطن. من أين لكم كل هذا؟ صوت يجب أن يرتفع عالياً. اليوم
أصبح غير المختلس يعد جاهلا ولا يدرك أهمية الفرصة التي أتيحت له، فأصبحت الرشوة سهلة والفساد الإداري والمالي يجد من يبرره. بعض المسؤولين يتصرفون في ممتلكات الدولة كما لو كانت ممتلكاتهم الشخصية. مسؤولون وسياسيون رفعوا شعار المصلحة الشخصية والتي أصبحت أهم ألف مرة من مصلحة الوطن. أكتب هذه الكلمات وأنا أقرأ التقرير الذي نشره موقع ديلي بيست الأمريكي، والذي يكشف فيه النقاب عما قال إنها عقود فساد تحققت بين الجيش الأمريكي والحكومة العراقية وعلى أعلى المستويات، وأن هذه العقود التي ثبت أنها تلاعبت بمليارات الدولارات من خزينة الدولة العراقية كان وسيطا فيها الحاج عصام الأسدي المقرب من رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي. طيب طبعا في بلد آخر غير العراق وشعب مغلوب على أمره غير هذا الشعب المسكين، لا يمكن لمقاول أو تاجر أن يستولي على كل هذه الأموال في مشاريع لا تصب في خدمة المواطن، لكن هذا لا ينطبق على أثريائنا الذين سيطروا على كل شيء. نقرأ في الزمان: حين يعطي مجلس نقابة عريقة تجاوز عمرها 70 سنة، هي نقابة الأطباء في العراق ذات الماضي المهني الشجاع المعروف في الحقب الماضية، حين يعطي عهدا ينبغي أن ينفذه بحذافيره ويتابعه بصرامة، أو يعلن نقيبها اعتذاره ويبين أسباب عدم قدرة النقابة على تنفيذ الشرط. عن نقابة الأطباء في العراق كتب زيد الحلي في صحيفة المدى: حين نقرأ نص قرار نقابة الأطباء في العراق الذي اتخذته في أول كانون أول الماضي نجده عهداً وليس قراراً، لا سيما أن النقابة ألزمت نفسها بتنفيذه بعدما أعلمت مجلس النواب ووزارة الصحة ونقابة الصيدلة بما عزمت عليه مذيلاً بتوقيع نقيبها. فما هو عهد النقابة الذي أشير إليه؟ لنقرأ: مجلس نقابة الأطباء، ولحل الإشكاليات والشكاوى الواردة عقد اجتماعا خاصا لمناقشة موضوع الوصفات الطبية، قرر خلاله إلزام الأطباء في العيادات الخاصة كتابة الوصفة الطبية طباعة إلكترونية واعتماد آلات طابعة في العيادات اعتبارا من الأول من آذار من عام 2019، وطالب الصيدليات كافة بعدم صرف أي وصفة طبية غير مطبوعة وغلق عيادة الطبيب الممتنع عن طباعة الوصفة بعد التاريخ المحدد للقضاء على التشفير بالوصفات وتسهيل عمل صرف الدواء. بربكم، هل التزمت نقابة الأطباء بعهدها؟ وهل نفذ الأطباء والصيادلة القرار العهد الذي ألزمت نفسها فيه النقابة بموجب اجتماعها قبل نحو 8 أشهر؟ وهل اتخذت إجراءات معينة بحق المخالفين الذين يزيد عددهم على 90% مما يعنيهم الأمر، لا سيما أن الشائعات تؤكد أن بعض الأطباء بات يصف أدوية للمرضى أكثر من المطلوب أحياناً، أو يفرض عليهم شراء أدوية تنتجها شركات معينة. يختم الكاتب بالقول: عتاب لنقابة الأطباء ونقيبها، وأقول لهم لا تقطعوا أبداً وعداً لا تستطيعون الوفاء به، فالوعد دين غير مدفوع. جاء في العربي الجديد: ما إن صوت مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الانتخابات المحلية حتى باتت وبانت ملامح عدم الرضا من قبل الأوساط الشعبية وبعض الكيانات السياسية والحزبية الأخرى، خصوصا أنه سيهمش الأحزاب الصغيرة والقوى المدنية الجديدة بحسب سياسيه. هذا تقرير لصحيفة العربي الجديد كتبه محمد الباسم. يرى مراقبون أن هذا القانون سيمكن الأحزاب الرئيسية في البلاد من احتكار أصوات الناخبين، بل ومصادرتها ومنع نشوء أي حزب أو تيار مدني جديد يمكن له أن ينافسهم، في ظل تقسيم البلاد إلى 18 دائرة انتخابية بحسب عدد المحافظات،
وفقا لقانون الانتخابات. ووفقا للتعديل الجديد، فقد تم تقليص عدد أعضاء مجلس المحافظة بأن يكون لكل محافظة 10 أعضاء، يضاف إليها مقعد واحد لكل 200,000 نسمة فوق المليون بحسب آخر إحصائية معتمدة لدى وزارة التخطيط، وتخصيص محطات انتخابية خاصة بالنازحين والمهجرين في مناطق وجودهم وخارج البلاد، وشمول محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل بالانتخابات. وسارعت قوى مدنية إلى إعلان رفضها للقانون، وأصدرت قرابة 25 منظمة ضمنها تجمعات لمراقبة الانتخابات بيانا موحدا الخميس الماضي، قالت فيه إن هذا التعديل مجحف ويعرقل عملية التمثيل الحقيقي للناخبين، لأنه يجعل المنافسة غير عادلة بين من يسعون إلى المشاركة في الانتخابات ويحد من قدرة القوى السياسية الصغيرة والشخصيات المستقلة على الوصول إلى مجالس المحافظات. يقول الكاتب: الاعتراضات الحالية لدى الأوساط المدنية ليست فقط على تعديل قانون الانتخابات، إنما على عمل مجالس المحافظات التي لم تقدم أي إنجاز يذكر أو خدمة للمواطنين. نشر موقع The Hill المتخصص في شؤون الكونغرس تقريراً ناقش الخلاف المتزايد بين الولايات المتحدة وبريطانيا فيما يتعلق بإيران، وجاء فيه إن رفض بريطانيا المضي مع نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشدد من العدوان الإيراني أثار قلق الخبراء والمشرعين حول وضع العلاقة الخاصة بين الحليفين التاريخيين. رفضت بريطانيا الاستجابة لدعوة أمريكا إنشاء قوة دولية لحماية السفن غير الإيرانية العابرة للخليج، رغم أن واحدة من ناقلاتها احتجزت في المنطقة. وقررت بريطانيا زيادة وجودها العسكري في المنطقة، وهو تطور مثير للقلق لمن راقبوا وتابعوا العلاقة بين دولتين في حلف الناتو. وقال إيلان جولدنبرغ المسؤول السابق في وزارة الخارجية والخبير بشؤون شرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد: هذه إشارة رهيبة ما أن أمريكا وحليفتها الأقرب لا تستطيعان العمل معا وعلى أمر أساسي كهذا، وعلى ما يبدو لا تريد الولايات المتحدة المسارعة للمساعدة ونجدة بريطانيا. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الخميس إن المسؤولية تقع على بريطانيا للعناية بسفنها. وعلق جولدنبرغ: هذا يقول الكثير حول وضع العلاقة الآن. وقال جولدنبرغ الذي زار لندن الأسبوع الماضي وتحدث مع المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين إن هناك خوفا بين الحلفاء للمشاركة مع أمريكا في مواجهة العدوان الإيراني، وهم خائفون كما يقول من الانجرار إلى نزاع عسكري بسبب الولايات المتحدة. ويرى جون ألترمان الخبير في الأمن الدولي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن التردد في المشاركة بالدورية الأمريكية في الخليج يشير إلى فجوة بين أمريكا وحلفائها. نقرأ في عربي 21: يبدي المجلس العسكري الانتقالي في السودان براعة منقطعة النظير في اكتشاف المؤامرات عليه، حيث أعلن حتى يوم الأربعاء الموافق 25 تموز يوليو أعلن إحباط 5 محاولة انقلابية خلال 5 أسابيع. عن المجلس العسكري في السودان كتب جعفر عباس في موقع عربي 21: المجلس العسكري يريد ضرب هذا بذاك، وهذا هو الحراك الشعبي المطالب بحكومة مدنية، وذاك هو قواعد المؤتمر الوطني، الحزب الذي كان البشير يحكم باسمه. فقد سعى المجلس في مناوراته لتخطي قوى الثورة وتهميشها كي يصبح الحكم في السودان عسكرياً، عوضاً إلى التقارب مع أنصار البشير، وأبقى كبار رموز حكمه متحكمين في مفاصل الدولة، بل واستعان بكثيرين منهم كمستشارين لتسيير المفاوضات مع المدنيين ممثلين في قوى الحرية والتغيير قحت. وها هو اليوم
يتودد لقحت بالتلويح بخطر الحركة الإسلامية على ثورة ديسمبر المجيدة والحكم المدني، على أمل أن تكتسب دعاويه بأنه الرقيب على الثورة وأمن البلاد بعض أو كل الصدقية. وحرص المجلس العسكري على إذاعة البيان الذي كان الفريق عبد المطلب يعتزم بثه في حال نجاح انقلابه، ولكن بصورة انتقائية، حيث بث مقاطع توحي بأن الانقلاب الفاشل كان يرمي إلى إعادة نظام البشير ولكن بدون البشير إلى سدة الحكم. ولما تسرب النص الكامل للبيان اتضح أن الرجل تحدث عن الثورة الشعبية وضرورة حراستها وحل حزب البشير المؤتمر الوطني ومحاكمة المفسدين وما إلى ذلك من كلام يحرص الانقلابيون في جميع البلدان على ترديده طلبا للسند الشعبي ليلحسوه بعد أن يتمكنوا من التحكم في دواليب السلطة. يقول الكاتب: إذا كانت هناك محاولة انقلابية في السودان مرة كل أسبوع، فمعنى ذلك أن المجلس العسكري الذي يمثل حكومة الأمر الواقع لا يحظى بثقة القوات المسلحة كمؤسسة وطنية، ربما لأنه أصلا لا يمثل تلك القوات ولا يحكم باسمها. بعيدا عن السياسة، ذكرت وكالة الفضاء الروسية أنه سيتم إرسال الروبوت الروسي F-850 سكيبوت في رحلات إلى الفضاء المفتوح مستقبلا. وأكدت المصادر أن المختصين في مجال التقنيات الفضائية في روسيا بدأوا فعلا في بلورة مشروع تزويد هذا الروبوت بمعدات وتقنيات جديدة ستساعده على العمل في مهمات خاصة في الفضاء المفتوح، وربما يزود بأذرع جديدة أو قاعدة مجنزرة. وسيتولى رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكيفرتسوف الإشراف على هذا الروبوت أثناء تواجده مستقبلا على متن المحطة الفضائية الدولية، وسيساعده في ذلك خبراء موجودون في المراكز الأرضية الروسية المتخصصة في إدارة الرحلات الفضائية، والذين سيعطون توجيهاتهم لرائد الفضاء بعد أن عن بعد طبعا باستخدام تقنيات الفيديو. مثلما تبدأ الأجنة البشرية في التقاط الأصوات وهي لا تزال بعد في أرحام أمهاتها، يكشف لنا العلم أن أجنة الطيور والزواحف والحشرات تبدأ أيضا في الإنصات إلى أصوات العالم الخارجي لاستكشافه وجمع المعلومات الضرورية عنه قبل الخروج من البيوت. وكشفت دراسة نشرتها مجلة Nature Ecology and Evolution حقائق جديدة مدهشة فيما يتعلق بتفاصيل التواصل بين أجندة طيور النورس أصفر الساق. وقد وقع اختيار الباحثين في علم البيئة السلوكي بجامعة فيغو الإسبانية على النورس أصفر الساق، طبعا وضعوه عينة للدراسة لما يعرف عنه من إطلاقه لصيحات تحذيرية خاصة ومميزة إذا رأى إحدى المفترسات وهي تدنو من بيضة وتقترب منه، وثبت أنها تصل إلى أسماع بعض الأجنة في بيضها، فتبدأ هذه الأجنة المدركة على الفور في الاهتزاز داخل البيوض لنقل التحذير حركيا إلى الأشقاء الذين لم تتطور أسماعهم بعد. لكن المذهل في الأمر وحقا في هذه الدراسة هي أنها تكشف عن قوة التواصل بين الأشقاء وأثره بالشكل الذي يؤثر بدرجة هائلة على تطور شخصياتهم ونموهم وبالتالي مصائرهم. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.